بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في تدبرنا لسورة الحجرات، هذه السورة التي نزلت لتؤسس مجتمعا حقيقيا، مجتمعا مؤسسا على عين القيم والآداب والتعاليم القرآنية، مجتمعا رصيده الأول والأكبر في قيمه، في أخلاق أفراده، في سلوكياتهم، في تعاملاتهم اليومية. وذكرنا فيما ذكرنا أن السورة العظيمة بدأت بخطاب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ذاك أن أعظم مصدر لبناء القيم في أي مجتمع وفي الفرد ذاته لا يمكن أن يبنى بعيدا عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ربي سبحانه قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا أردنا فعلا أن نصنع فردا متوازنا في أخلاقه وسلوكياته وقيمه، لا يمكن لذلك الفرد أن يقدم أمرا أو يؤخر قضية بين يدي الله ورسوله، لا يقدم أمرا على أمر الله ورسوله، لا يقدم شيئا يحبه الله ورسوله على شيء يحبه هو أو يرضاه أو يقبل به. هذه البداية العميقة لسورة الحجرات لها مقصد عظيم، مقصد اتضح في كل الآيات الكريمة التي جاءت بعد هذه الآيات في سورة الحجرات. صحيح أن سورة الحجرات آياتها معدودة، ولكن ومن إعجاز القرآن العظيم أن في هذه الآيات المعدودة بنيت قواعد وأسس المجتمعات الفاضلة. في ذات الوقت المجتمعات الفاضلة التي يبنيها القرآن العظيم، مجتمعات القيمية، هي ليست مجتمعات مثالية أبدا. القرآن العظيم في دعوته المتواصلة إلى بناء القيم والفضائل والآداب لا يبني في أماكن مثالية، ولا يترك أبدا مجالا لذلك التنحي نحو المثالية والسير في اتجاه المثالية والإغراق في عملية التنظير بعيدا عن واقع الإنسان ومشاعره وخواطره كفرد وكواقع وكمجتمع، ليجعل من كل هذه القيم والفضائل واقعا. وحين يكون واقعا فالواقع يواجه تحديات ويواجه مواقف مختلفة، والمواقف قد تتراوح بين الصعوبة والسهولة، بين الفضيلة والرذيلة، بين الخير والشر. فالإنسان بطبيعته تتنازعه نوازع الشر ونوازع الخير. ولذلك القرآن العظيم أكد أن عملية تزكية النفس قد أفلح من زكاها، عملية متواصلة لا تقف عند مرحلة معينة. الإنسان لا يمكن طالما أنه على قيد الحياة لا يمكن أبدا أن يتنازل عن عملية تزكية نفسه وذاته وتنقية روحه والسمو بأخلاقه وقيمه ومبادئ. عملية التصحيح والتصويب والمراجعة عملية أسس لها القرآن وأكدها في أكثر من موضع من خلال تزكية النفس. والقرآن العظيم في الآيات التي نتناولها اليوم في تدبرنا لسورة الحجرات يبين لنا واقع وحدث، وكلنا نعلم وقد ذكرنا ذلك في أكثر من مرة، أن الوقائع التي يقف عليها القرآن ويعالجها في تنزيله صحيح هو يشير ربما إلى تلك الواقعة أو ما يعرف بسبب النزول، ولكن المعنى والمفهوم العام يبقى دائما، يبقى يلهم الإنسان
كيفية التصرف في مثل هذه المواقف. ربي عز وجل في هذه الآيات العظيمة قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. حجرات مكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسكنه، مكان القيادة لهذا المجتمع. وكان الناس وغالب من كان يأتي من الأعراب أو حتى من غير الأعراب يدخلون على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في أوقات مختلفة وفي كثير من الأحيان دون مراعاة لحاجته إلى الراحة أو إلى مباشرة شؤون أهله وأسرته، وإنما هم كلما خطر على بالهم شيء أو طلب أو أمر من الأمور أو سؤال أو استفسار بادروا وسارعوا إلى لقائه صلى الله عليه وسلم. والقرآن عالج هذه القضية في أكثر من مرة وموضع، ولكن في هذه السورة العظيمة تناول قضية أخرى. قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. وكان بعض الناس يأتي إلى نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ولم يكن عليه لا حجاب ولا حراس ولا أحد، فينادونه: أخرج إلينا. هذا النوع من النداء، والقرآن العظيم في سورة الحجرات يهذب النفس الإنسانية، بمعنى آخر يصنع آداب التعامل العام، تعامل مع القيادة، التعامل مع الأنبياء، التعامل مع رسول، التعامل في ظل المجتمع الذي أنت تعيش فيه. أعظم كتاب علم الناس كيف يكون الأصل في التعامل أو ما يعرف اليوم بالإتيكيت هو هذا القرآن العظيم. فهؤلاء القوم الذين لم يتركوا المساحة الكافية التي ينبغي أن تكون من التقدير والاحترام والتبجيل لشخصه صلى الله عليه وآله وسلم ومناداته بما يناديه ويليق به عليه الصلاة والسلام، وصفهم القرآن قال: أكثرهم لا يعقلون. وهنا القرآن العظيم حين جاء بهذه الكلمة في هذا الموضع للدلالة على أن التعقل هو أصل كلمة العقل. العقل في أصله يمنع الإنسان من الإقدام على ما لا ينبغي أن يفعل في مثل هذه المواقف. والإنسان كلما ازداد تعقلا وحكمة، كلما كان أكثر قدرة وحكمة في التعامل مع المواقف المختلفة، فلا يصدر منه ما لا يليق ولا يصدر منه ما لا ينبغي. والقرآن العظيم في هذا الوصف وفي هذه الآية قال: أكثرهم لا يعقلون. نفى عنهم صفة العقل الذي يمنع صاحبه من الإقدام والتجرؤ على أمر غير لائق غير مناسب. تدبروا معي كيف يربي القرآن العظيم في آياته المجتمع الفاضل، كيف يعلم أفراد المجتمع والمجتمع بأسره على أسس التعامل، على أسس وآداب الاستئذان التي خصص لها القرآن العظيم مساحة واسعة في آياته واهتم بها. وكلنا يعلم أن طبيعة البيئة التي نزل فيها القرآن العظيم أول ما نزل طبيعة فيها من العادات المختلفة، عادات البداوة وعادات الأعراب الذين ستتعرض لهم السورة في آخرها وختامها، هذه العادات ما كانت تليق بتلك النقلة الحضارية التي أحدثها القرآن في ذات الوقت. القرآن وهو يربي مجتمعا متحضرا بمعنى الحضارة القيمية وليس بمعنى المدنية التي تركز على الجوانب والإنجازات المدنية فحسب من عمران وبناء وما شابه، وإن كان ذلك لا يتعارض في مرحلة معينة من المراحل في بناء حضارة أي أمة، ولكن المقاييس الحقيقية في القرآن للتحضر إنما هي في القيم والمثل وأسس وطرق التعامل التي يتعامل فيها الأفراد مع القيادة
قيادة المجتمع متمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيما بينهم كأفراد، الاحترام، التقدير. السورة العظيمة في هذه الآية تضع هذه الأسس العظيمة. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، الله غفور رحيم. والإنسان حين يتدبر في هذه الآية له أن يتساءل، ما هذا الكتاب العظيم الذي يقف عند دقائق الأمور؟ هذه الأمور الدقيقة ليست صغيرة، بكل الحسابات كل ما وقف عنده القرآن واهتم به وأعطاه مساحة إنما هو دليل على أهمية هذه النقطة، على محوريتها في التعامل الإنساني وفي الحياة المجتمعية. والقرآن في سورة الحجرات من أعظم الأخلاقيات التي يبنيها ويؤسسها في الفرد الصبر. والصبر هو حلية لكل خلق جميل. الصبر هو أم الفضائل. الصبر في المواقف، الصبر على عدم قول أو التلفظ بكلمة غير لائقة، الصبر على الحكم على الأشياء، الصبر عند سماع الأنباء المختلفة والحكم على المواقف والأفراد والأحداث. سورة الحجرات تبين أن واحدة من أعظم الفضائل التي ينبغي للناس أن يتعاملوا فيها فيما بينهم الصبر. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. الصبر الذي هو دليل على التأني وعدم العجلة، عدم الاستعجال، وإعطاء الطرف الآخر الذي أنت جئت تسأله أو تحاوره متمثلا في شخصه صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة مساحة، فرصة لكي يختار الوقت الأمثل الذي يقابلك ويلتقي بك فيه، وهو أدب سامي راقي جدا. كثير من المواقف الصعبة التي تحدث في حياتنا وفيها ما فيها من خلافات، اختلاف في وجهات النظر وربما حتى نزاعات تؤدي إلى صراعات فيما بعد، واحدة من أهم أسبابها أن الطرف الأول لا يختار الوقت أو التوقيت المناسب لكي يفتح مع الطرف الآخر موضوعا ما. اختيار الوقت واختيار المكان واختيار الطريقة الملائمة المناسبة لطرح الأمور ومناقشتها خلق قرآني، أدب رفيع، وهو في ذات الوقت أدب حضاري. القرآن يصنع حضارة، والحضارة ينبغي أول ما تصنع في الإنسان الفرد، في داخله، في ذاته، في تهذيب سلوكه وأعماله وأقواله. هذا التهذيب الذي يصنع الإنسان المتحضر ليؤتي الثمار الحقيقية في صناعة مجتمع فاضل. قال والله غفور رحيم، ربي سبحانه وتعالى فتح أبواب المغفرة والرحمة لعباده. الناس ليسوا سواسية، الناس قد ينظرون إلى الأمور في وقت معين من زاوية مختلفة، فمغفرة الله ورحمته تتسع لكل هذه الأخطاء والهفوات والزلات والعثرات البشرية التي لا تخلو منها الحياة الإنسانية في مراحل مختلفة من الحياة. ثم تتوجه الآيات العظيمة بتناول مشكلة اجتماعية أخلاقية دولية. هذه المشكلة الخطيرة جدا لا بد أن ينتبه إليها المجتمع، لا بد أن ينتبه إليها الفرد، لا بد أن تنتبه إليها الدول في تعاملاتها وعلاقاتها الدولية. قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الأنباء، الأخبار وآليات التعامل معها قاعدة من أعظم القواعد، فتبينوا. والقرآن كما ذكرنا حاصر عملية الأخبار وتناقلها وتداولها
رغم بدائية المرحلة التي كان الناس يعيشون فيها في عصر التنزيل، تناولها القرآن بدقة وبعمق وبمعالجة عميقة، عالجها من الجذور كما في قضية حادثة الإفك التي تناولتها سورة النور. والآيات جاءت في سورة الحجرات هنا لتأتي بمبدأ، فتبين مبدأ عظيم، والتبين كمبدأ أن تحاول قدر ما تستطيع بكل ما أوتيت من وسائل التبين والتثبت أن تتوضح لك الأمور. تبينوا من البيان والتبيين والتوضيح، لابد أن يكون لديك وسائل وآليات تتبين فيها صحة الأنباء من عدمه. هذه القضية الخطيرة القرآن يعالجها وهي في بداياتها. والآية العظيمة قالت إن جاءكم فاسق بنبأ، وهنا وقف كثير من المفسرين والعلماء فقالوا، واستنتج البعض منهم، أن طالما القرآن قد وصف فقال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذن الحديث كله عن نبأ الفاسق وشهادة الفاسق وخبر الفاسق. وبمفهوم المخالفة قالوا إذن خبر المؤمن العدل الواحد مقبول ولا حاجة فيه إلى التبين. التبين ممكن يكون وسائله مختلفة، واحدة من وسائل التبين شهود، إحضار شهود، إحضار بينة، إحضار دلائل، قرائن للتأكد والتثبت، والتبين كذلك. قال الكثير من العلماء والمفسرين إذا شهادة المؤمن العدل بمفهوم المخالفة مقبولة ولا تحتاج إلى تثبت، فبمجرد أن يأتي بالخبر يمكن أن نقبل بهذا الخبر. ولكن عند التدبر والتأمل العميق في هذه السورة، في مقاصدها، في معانيها، في نهج القرآن وأساليبه، يمكننا القول أن كلمة ووصف فاسق هنا خرج مخرج الغالب كما يقول العلماء. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الآية عامة في كل خبر، وأن إرساء قواعد التبين في نقل الأخبار وتداولها، هذه قاعدة عامة ينبغي أن تكون. لا يمكن أبدا أن يقبل خبر دون تثبت أو تبين أو تأكد. لماذا إذن وصف الفاسق هنا؟ لأن الغالب على أن من ينقل الأخبار ويأتي بالشائعات لا ينطبق عليه وصف الإيمان. المؤمن ينأى بنفسه كما ستأتي الآيات في سورة الحجرات. المؤمن ينأى بنفسه عن أن يكون أداة لتمرير الشائعات المختلفة أو نقل الأخبار الكاذبة. المؤمن لديه رصيد من الإيمان والتقوى، وسورة الحجرات جاءت في أكثر من موضع بقوله سبحانه وتعالى واتقوا الله. المؤمن لديه من التقوى ما يمنعه، ما يحول بينه وبين نقل أخبار غير صحيحة وإشاعة الشائعات بين الناس في المجتمع بما يفسد العلاقات المختلفة. إذن قضية الفاسق هنا خرج الوصف فيها مخرج الغالب. الغالب أن من ينقل الأخبار الكاذبة والشائعات يكون من الفاسقين وليس من المؤمنين. إلا أن ذلك لا يعني مطلقا أن لا يتبين الإنسان ويتثبت حين يأتيه أي خبر من الأخبار. وإذا كانت القضية على المستوى والأخبار على المستوى الفردي والصداقات والعلاقات الأسرية، إذا كانت على هذا المستوى هي لها أهمية كبيرة وخطورة حين يتم تصديقها بدون
التبين أو التثبت وما يتسبب على ذلك وعن ذلك من إشكاليات خطيرة قد تنذر في وقت من الأوقات بهدم البيوت وتحطيم العلاقات وتخريب وإفساد ذات البين وقطع لصلات الرحم المختلفة. وكلنا يعلم ويسمع كم من أخبار نقلت من بيت لبيت، من فرد لآخر، من رئيس إلى مرؤوس، من أفراد أو زملاء في مكان عمل أو فخربت وأفسدت وقطعت وشائج القربة والصلة بين الناس. كلنا يعلم خطورتها على المستوى الفردي، فما بالك حين يكون ذلك المبدأ غير مصان وغير متحقق على المستوى الدولي أو العالمي أو ما بين الدول والطوائف المختلفة. كارثة بكل معنى الكارثة. ثم إذا أضفنا عليها ذلك البعد الذي نعيشه اليوم، البعد المجتمعي الذي نعيشه، الانفتاح التكنولوجي الذي نعيشه، الكلمة أو الحرف منذ أن تخرج من في صاحبها ممكن أن تسير إلى أصقاع الأرض ومختلف أرجاء المعمورة، إلى أقصى مكان، من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب، في ثواني أو في أقل من الثواني. فإذا كانت المسألة اليوم تتخذ كل هذه الأبعاد التقنية، كل وسائل التواصل الاجتماعي، كلمة تقولها تتفوه بها تذهب في كل مكان في أقل من الثانية، ربما لم تنتهي من الجملة بعد، وإذا بالكلمات قد طارت في كل مكان. أحيانا وغالبا عملية استرجاع الكلمة أو التراجع عنها عملية غير ممكنة، مستحيلة. حتى إذا تراجعت، نشر أنك قد تراجعت قد يأخذ وقتا وزمنا وتعقيدا أكثر بكثير من التفوه بالكلمة وقولها. إذن القرآن العظيم وهو يصنع مجتمعا متحضرا بأفراده وسلوكياتهم وبعلاقاته الدولية وعلاقات ذلك المجتمع مع غيره من الدول، من دول الجوار وغيرها، إنما هو يعطينا أسس العلاقات المجتمعية، أسس العلاقات الدولية التي لا ينبغي أبدا أن تغيب عن أذهان الناس في واقعهم وحياتهم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أعظم وسائل وآليات وأساليب بناء المجتمعات وتعاملاتها مبدأ التبين. ثم بيّن القرآن في الآية العظيمة، قال أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وتدبروا في الكلمة، قال أن تصيبوا قوما بجهالة، تصيبوهم من أي شيء؟ ممكن الإصابة تكون بكلمة، ممكن الإصابة تكون بقطع صلة، ممكن تكون بأي شيء. الشاهد في هذه الآية تحديدا قال بجهالة. إذن القرآن العظيم في آية واحدة ينفي عن الإنسان المتعقل المؤمن قضية ردود الأفعال السريعة، أن تتخذ موقفا بناء على خبر لم تتأكد منه وتكون النتيجة أنك تصيب قوما بجهالة. إذن ما المطلوب؟ أن لا تخطو خطوة ولا تعمل عمل إلا عن علم. هنا يأتي مفهوم المخالفة، أن تصيبوا قوما بجهالة. الجهالة وعدم العلم الناتج عن عدم التبين والتأكد والتثبت من الأخبار والأقوال وتمييز ما يرد إليك وما يصل إلى سمعك، من أكثر الوسائل فاعلية في حماية العلاقات بين الناس، حتى لا تصيبوا قوما بجهالة، حتى لا تكون أفعالك هي مجرد ردود أفعال. ولذلك القرآن العظيم يعطينا قاعدة عظيمة، من أخطر الممارسات التي نأتي عليها في حياتنا اجتماعية أسرية دولية ردود الأفعال. لا يكون تصرفك أو فعلك ردة فعل لشيء أنت لم تتبينه أصلا، هو ردة الفعل غير محسوبة،
ولا نتائج سلبية، فكيف حين تكون مبنية على خبر أنت لم تتأكد من صحته؟ محاصرة الشائعات، والآن مع وسائل الإعلام كما ذكرنا، والإعلام الذي يلعب دورا في إشاعة الأخبار، كم من خبر خرب وأفسد علاقات بين مجتمعات ودول. جاء على لسان إحدى الفضائيات أو المواقع الاجتماعية، كم شاع بيننا ونتداول فيما بيننا أن ناقل الكفر ليس بكافر، وأن ناقل الكذب ليس بكاذب، وأن ناقل الشعوذة والخرافات والجهالات ليس بجاهل. وواقع الأمر أن كل هذه الأصناف التي ذكرنا إنما هي تشترك في تلك العملية. ناقل الكذب مشترك بنقل الكذب وإشاعته، ناقل الكفر كذلك مشتغل ومشترك في نقل هذه الأكاذيب والأباطيل. وإنما المسألة التي ينبغي أن نقف عندها هنا كيفية التعامل مع أساليب ووسائل النقل هنا. هل أنا حين أنقل وحين أقول الكلمة وحين أؤدي الخبر أتحقق فعلا أن الكلمة أمانة وعلي أن أؤديها كما ينبغي؟ هذا سؤال مهم وجيد. هذا السؤال لا ينبع إلا من قلب ملئ بالإيمان والتقوى ومخافة الله سبحانه في كل كلمة وفي كل مقولة وفي كل خبر وفي كل نشر ينشره الإنسان بأي وسيلة من وسائل النشر المختلفة. قال سبحانه: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. النتيجة المترتبة، خبر لم تتأكد منه ثم ردت فعل عنيفة فأصبت قوما بجهالة، ما هي النتيجة؟ قال: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تأكيد وإلغاء حقيقي لأن تكون الأفعال والأعمال مترتبة على أخبار لم تتأكد منها. خطورة الأمر. وطبعا بطبيعة الحال نحن حين ننظر إلى الآيات التي جاءت بعد ذلك في سورة الحجرات والحديث عن القتال والنزاع، ندرك تماما مفهوم ومعنى المناسبة بين هذه الوصية القرآنية العظيمة وبين ما سيأتي بعده، إذ أن من أشد أنواع الصراع والاقتتال والنزاعات بين الناس الشائعات، أخبار الكاذبة، الأخبار التي تنتقل من هنا ومن هناك دون أن يفهم الناس مدى صحتها أو حقيقتها أو يتساءلوا عن برهان أو دليل لإثباتها، تبقى عملية التداول لتلك الأخبار هي المشرع الحقيقي لمصداقية تلك الأخبار، وهذا تصرف غير صحيح غير حضاري. قال سبحانه بعد الآية: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. صحيح ذكرت كثير من كتب التفاسير أن هذه الآية العظيمة قد نزلت في رجل يقال له الوليد بن عقبة، أرسله نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لقوم يأخذ منهم الزكاة، ثم إن الرجل قد رجع بتصور، اختلفت الروايات، منهم من قال أنه هو كان متعمدا، منهم من قال ما كان يعرف فسر الأمر على غير ما كان عليه. الشاهد وصل إلى نبينا الكريم وإلى المسلمين فقال لهم: إن هؤلاء القوم امتنعوا عن دفع الزكاة. فبطبيعة بل نقل في بعض الروايات خبر أنهم سيأتون لمهاجمة المدينة كذلك. فبطبيعة الحال حين جاء ذلك النبأ أحدث بلبلة في صفوف المسلمين والأفراد في صفوف المجتمع، منهم من قال نقاتل، منهم من قال نتأهب لقتاله. وإذا بالقوم بعد فترة يسيرة يتبين لهم أن هؤلاء كانوا قد لحقوا به ليأتوه بالزكاة لكن ما أعطاهم فرصة،
فإذا بهم يلحقون به ليأتوا إلى نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ويعطوه الزكاة. اتضح أن الأمر ليس بالصورة التي نقلها هذا الرجل، صورة مغايرة تماما للواقع، ولكن في عملية النقل غيرت القضية بأكملها. ونحن نقول كم من أخبار وحوادث ووقائع غيرت بسبب طريقة النقل غير الدقيقة. نحن حتى في تعاملاتنا، أنا قد أقول كلمة ولكن لسان حالي والسياق الذي أنا أقول تلك الكلمة أو العبارة فيها يختلف تماما عن سياق آخر. فإذا بالشخص الذي ينقل نص الكلام نقل النص صحيح ولكنه لم ينقل معه السياق، أضاع الفكرة وضيع المقصد وضيع الهدف، فكانت النتيجة إفساد العلاقات وتخريبها بسبب الفساد في كيفية وآلية النقل. القرآن يؤسس لمجتمع، قال واعلموا أن فيكم رسول الله، وماذا حين لا يكون هناك رسول الله فيما بيننا؟ سنته، منهجه، أوامره، حياته، سيرته باقية فينا. واعلموا أن فيكم رسول الله، إذن في حياته فهو في حياته فيما بين المسلمين، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولحصلت المشقة، والمشقة مادية ومعنوية. إذن السعادة والراحة والرحمة والطمأنينة والبعد عن التعسير والحرج والعنت والمشقة بكل أشكالها وصورها إنما هو مرتهن بطاعتكم لله ورسوله، وليس بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزوله عند أوامركم. تدبروا في تصحيح الإيمان في سورة الحجرات، إيمانك يفرض عليك أن تطيع وألا تقدم بين يدي الله ورسوله. هذه سورة أخرى من صور الخطاب الذي جاء في بدايات السورة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذن كل تقديم وشكل من أشكال التقديم بين يدي الله ورسوله يجرنا إلى العنت، يجرنا إلى المشقة والمعاناة بكل أشكالها وصورها، يجرنا إلى الأزمات. نحن من مشاكلنا اليوم المعاصرة أننا نعيش عصر الأزمات، أزمات في كل شيء، أزمات من كلمة وأزمات من تعامل وأزمات في الأسرة وأزمات في الشارع وأزمات في البيت والمؤسسة، أزمات مختلفة. هذا التأزم في حياتنا القرآن يضع له العلاج، قال واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته كيف يكون بيننا؟ بسنته، بتعامله، بأوامره، بمنهجه، بسيرته فينا، فلا نقدم على سيرته ولا على منهجه ولا على ما يقول ولا على ما فعل ولا على سنته شيئا من أهواء النفوس ونزعات الأنفس والأهواء التي تسير بالإنسان بعيدا عن ذلك المنهج. قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. تدبروا معي، هنا جاء في هذه الآية ذكر الإيمان، قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان. أين الإيمان هنا؟ طاعة الله ورسوله والنزول عند أمره وعدم التقديم بين يدي الله ورسوله، دلالة الإيمان الحق، الإيمان له علامات. قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فما علامة ذلك الحب للإيمان وتزيينه في القلب؟ الإيمان يزداد ويزدان بكثرة طاعتك وقوة طاعتك لله ورسوله ونزولك عند أمرهم. أمر الله ورسوله ما كان للمؤمن أن يكون لهم الخير أبدا حين يقضي الله ورسوله أمرا من الأمور. الطاعة
الطاعة والانقياد والخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى الذي يجعل الإيمان ليس مجرد ادعاء. سورة الحجرات من أكثر سور القرآن التي بيّنت أن الإيمان قول وعمل، شعور وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح وسلوك تعكس ذلك الإيمان وقوة الإيمان في القلب والنفس. إيمانك حببه الله إليك فهذا نعمة، وزينه في قلبك فصنه بطاعة الله ورسوله. قال: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. منظومة متكاملة، الكفر الذي هو أعلاها، والفسوق الذي هو خروج على أوامر الله كليا أو جزئيا، والعصيان الذي هو مخالفة لأمر الله ورسوله. بينما لما قال الإيمان جعل الإيمان واحدا، لأن الإيمان واحد، ولكن المنظومة منظومة الكفر والفسوق والعصيان، درجات. لكن الإيمان صحيح قد ينقص ويزيد بالطاعة، يزيد وينقص بمخالفة أوامر الله سبحانه، ولكن تبقى بذرة الإيمان في القلب. أما الكفر والعياذ بالله حين ينبت في القلب لا يمكن أن يخرج عنه إلا النكد، والنكد هنا الكفر والفسوق والعصيان الذي هو يرتبط بأي شيء بالتيه والضلال. أولئك هم الراشدون. من هم الراشدون؟ المؤمنون الذين ينزلون عند أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله، الذين يسمعون ويطيعون ويخضعون كل جزئيات حياتهم اليومية والمجتمعية والأسرية لأوامر الله سبحانه وتعالى في حياتهم. أولئك هم الراشدون. رشاد، تعقل، صواب، إصابة الحق. الرشاد فيه كل المعاني الجميلة التي تشي بمعنى الإيمان، التي تبين أن الإيمان مفتاح لكل خير، مفتاح لكل أمر رشيد، لكل أمر فيه حكمة وتعقل. فالإنسان الرشيد، ولذلك في القرآن الكريم نجد هذه الصفة، رجل رشيد، الحكمة وإصابة الحق والصواب في غالب الأمور. من أين جاءت هذه القرارات الصائبة سواء كنا أفرادا أو مجتمعات؟ لأن الإنسان حين يملأ قلبه بآيات الكتاب العظيم تصديقا وإيمانا تنعكس على سلوكه وأخلاقياته، فما عادت حركته في الحياة حركة غير منضبطة، ليست حركة عشوائية، ليست حركة تخبط تتنازعها الأهواء وردود الأفعال غير المنسجمة، لا، أفعاله وسلوكياته وتصرفاته تصنع على عين الإيمان والتقوى وتلاوة آيات الكتاب، تعلمه، تبصره كما تبصرنا آيات سورة الحجرات العظيمة. قال: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. أنت كلما ازددت إيمانا بالعليم زادك الله علما، كلما ازددت إيمانا بحكمة الله سبحانه، كلما أعطاك من الحكمة فهو يؤتي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كلما اقتربت منه زادك رشادا وهدى وتعقلا وتصبرا ورقيا بأخلاقياتك وسلوكك وسموا بتصرفاتك وقراراتك. فلا يصدر عن ذلك المؤمن قرار طائش، قرار لا يقدر عقوب عواقبه، قرار يندم عليه فيما بعد، قرار يحطم علاقات أسرية أو مجتمعية أو دولية. لماذا؟ لديه حماية، لديه ضمان، لديه صيانة من الإيمان بالله ورسوله وهذه الآيات التي سماها القرآن فضلا ونعمة. هذا هو الفضل الحقيقي، وهذه هي النعمة الحقيقية. الأمم لا ترتقي فقط بالحسابات المادية، ولا بارتفاع الأرصدة، ولا بارتفاع معدلات الاستثمار. صحيح هذه مؤشرات جيدة على رخاء، على استثمار، على نمو اقتصادي،
ولكن أين مؤشرات الرخاء الاجتماعي والقيمي؟ أين مؤشرات النمو القيمي في المجتمعات؟ القرآن العظيم يقدمها للمؤمنين، يقدمها في هذه الآيات في سورة الحجرات. السلام عليكم ورحمة الله.